ما الذي قد يكمن وراء هكذا خطوة؟ هل القواعد الروسية في سوريا لم تعد كافية لقصف مواقع زعمت روسيا أنها لمتشددين في سوريا؟ لأول مرة تستخدم روسيا الأراضي الإيرانية لعمليات عسكرية في سوريا. وزارة الدفاع أعلنت أنها أطلقت صواريخ كاليبر الروسية من قواعد لها في طهران بعد أن أمنت المجال الجوي من الحكومتين الإيرانية والعراقية. ليس هذا فحسب، بل إن طائرات من نوع Tu-22MS وSu-34 الروسية، وهي من أقوى أسلحة الجو في العالم، أقلعت من مطار همدان الإيراني ونفذت هجمات زعمت روسيا أنها استهدفت مستودعات أسلحة وغرف عمليات لإرهابيين في ريف حلب وإدلب ودير الزور. مطار حميميم الذي لا يعد مناسبا لاستقبال هذا النوع من القاذفات دفع روسيا إلى استخدام مطار همدان، لأنه بحسب مصادر روسية يتيح الفرصة لتقليص زمن التحليق للمقاتلات المنطلقة من الأراضي الروسية بنسبة 60%. الأمريكيون كانوا على جانبي الملعب خلال هذه الجولة. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اعتبر استخدام سلاح الجو الروسي من إيران خرقا لقرار مجلس الأمن، بينما قال المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إن موسكو أخطرت واشنطن بهذه الخطوة، وأن هذه الطلعات الجوية لن تؤثر على عمليات التحالف. تفاوت الموقف الأمريكي خلال ساعات لربما يعكس موقفها من الملف السوري خلال السنوات الماضية. أما الموقف الروسي فبات مفتوحا على احتمالات عدة بعد بدء عمليات عسكرية في سوريا انطلاقا من طهران من جهة، وطي صفحة الخلافات مع تركيا من جهة أخرى.